والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الباقيات الصالحات هي الأعمال الصالحة من أقوال وأفعال، ومنها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومنها الصدقات وغير ذلك. هذه الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ولا شك أن الأمر كما قال ربنا عز وجل خير ثوابا أي أجرا ومثوبة، وخير أملا أي مؤملا يؤمله الإنسان، لأن هذه الباقيات الصالحات كما وصف الله باقيات، أما الدنيا فهي فانية وزائلة. ويقول سبحانه المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويقول سبحانه ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. هاتان الآيتان قال عنهما جمهور من المفسرين إن الباقيات الصالحات هن الكلمات المأثور فضلها، وهن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. روى الحاكم في مستدركه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا جنتكم. قلنا يا رسول الله من عدو قد حضر؟ قال لا، جنتكم من النار. قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن يأتين يوم القيامة منجيات ومقدمات وهن الباقيات الصالحات. ومعنى كونها باقيات صالحات أي أنها من حرث الآخرة وأن ثوابها باق لها. في أربع ثواني تسعد قلبك، في أربع ثواني تعمل عملا يعادل في الدنيا وما فيها. يقول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. معنى سبحان الله أنزه الله وأقدس الله عن كل وصف لا يليق به، عن كل ضديد ونديد وشريك لا إله إلا هو. مع الحمد لله الثناء والمدائح والمحامد لله وحده. معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لا شريك لله في العبودية، لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى بحق. معنى الله أكبر العظمة والكبرياء والجلال لله وحده. قولوها معي بارك الله فيكم، خير من الدنيا وما فيها. يقول صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.